لو حبينا طبعا نتكلم على كابتن رأفت مكي كلاعب، طبعا يعني يسعدني ويشرفني طبعا ان انا من الناس اللي بدأنا كلنا مع بعض في الفريق الاول بعد مراحل الناشئين والكلام ده كله مع الكابتن رأفت مكي. فلو حبينا نتكلم على الكابتن رأفت مكي كلاعب، هو من اللاعبين اللي الكرة بتحتاجهم دايما، المدربين كانوا بيحتاجوه دايما. هو من اللاعبين اللي لعب في أكتر من مركز طبقا لنظم اللعب أو خطط اللعب. بدأ في الأول ومن بداية حياته وهو من الناشئين كان لاعب وسط، وبعدين لما ابتدى يلعب في الدرجة الأولى انتقل من وسط الملعب، لعب بما يسمى في الوقت ده في نظم اللعب كان يعتبر زي الليبرو أو السويبر. بره بقى الملعب والأمور دي كلها، هو يعني إحنا أولاد الترسانة بنتعامل مع بعض لأن إحنا عشنا حياتنا مع بعض داخل النادي. إحنا كنا طول عمرنا بنيجي النادي من مثلاً 10-11 الصبح لحد ما يجي ميعاد التمرين، سواء واحنا ناشئين او واحنا في الدرجه الاولى. فكان ارتباطنا ببعض ارتباط اسري، ارتباط اجتماعي. اعرف بيت الكابتن رأفت مكي، اعرف كل داخلياته، هو يعرف بيتي ويعرف كل داخلياتي، يعرف اخواتي، الامور دي كلها. كنا يعني صحيح ما كناش بنروح بيوت بعض كتير لان كان في بيت كبير بيلمنا اللي هو النادي. فالكابتن رأفت طبعا بيعد اخ اكبر وصديق ورفيق العمر قدام الملايين. كابتن رأفت شخصيه هاديه، شخصيه معتدله، ما عندوش مغالاه في اي شيء. لذلك بنتمنى منه دايما ان احنا باذن الله نكون متواجدين مع بعض، مترابطين مع بعض، لان احنا كلنا دلوقتي حاليا ازمتنا كلنا اللي بندور عليها ان الكيان الكبير ده اللي هو الترسانة اللي تجاوز عمره اكتر من 103 سنة انه يعود باذن الله، ودي كلها بشائر خير، الى وضعه الطبيعي ضمن الاندية اللي هي شكلت الكورة في مصر. هو بيتكلم كويس. هو هتقول ايه للكابتن شاكر؟ كابتن صلاح طبعا كابتن شاكر ما شاء الله على عشرة عمرنا زي ما قلت لحضرتك، هو كابتن حسن علي، و يعني في بعد ما نروح قبل لما رايحين لعب الاولمبي رايحين لعب الاتحاد، فتملي نبقى مع بعض ننزل حطة الرمل بالليل يعني نتعشى نجيب فاكهة ونروح على الغرف بتاعتنا وكده. فكان طب هو قال كلمه كنت اثرت في ناس كتير قوي ممكن على جمهور الترسانه. قال لك الترسانه ده هو بيتنا الكبير. امتى البيت الكبير ده يرجع تاني زي ما يعني انا بسمع حاجات يقول لك ايه اصل النادي ما فيهوش فلوس. يعني ايه النادي ما فيهوش فلوس؟ يعني عاوز اعرف يعني ايه. ما النادي ما انت مش ليه محلات حوالين النادي؟ ايوه. وفي دخل بعد كده بتاخدوا المباريات وبتاخدوا من الاتحاد والكلام ده كله. ما النادي ما فيش فلوس ايه؟ امتى هنشوف النادي الترسانه البيت الكبير جمهور الشواكيش اللي هو كان اصل كره القدم المصريه؟ احنا طبعا بنحضر التمارين وبنحضر الماتشات الوديه استعداد للبطولة تصفيات ان شاء الله. فالحمد لله دلوقتي اولاد الترسانه اللي ماسكين، رغم ان كان بيجي اي مدرب من بره هم زملائنا في الانديه. ما ربنا انما مش زي ابن النادي اكيد. طبعا رغم ان هم اللي بره بياخدوا اكتر من ابن مرتباتهم من ابن النادي. دي معروفه في كل الانديه كلها. ايوه. فربنا يوفق ان شاء الله كابتن حسين شكري مع كابتن وائل الجميل مع كابتن علي رشدي ومحمود شاكر، ما شاء الله جهاز شباب وولاد النادي، وانا دربتهم اساسا سواء في الناشئين او في فريق اول، وفي ناس منهم اشتغلت معايا. يعني الترسانه وصل للتصفيات دلوقتي الحمد لله ان شاء الله يا رب. هيلعبوا في بني سويف. انما هو كده كده وصل
الحمد لله. بعيد عن ماتش بتاع بني سويف. مين الفرقه بقى اللي ممكن توصل في التصفيات؟ احنا هنلعب ديروت الشريف.